Millet Aouf. Il est membre du bureau national du syndicat et non pas membre fondateur. ليس عضو مؤسس وعضو في المكتب التنفيذي بعد الجمعية عامة عينوه في المكتب التنفيذي. الشيء الثاني اللي نحب التوضيح دونك هذا السيد هذا السيد ملال هو ليس ضمن تعداد العاملين بشركة أو بمجمع سون الكاز وهو حاليا يمارس نشاط غير أجري نشاط كمحامي وعندنا إذا تسمح لي بطاقة مهنية للمعنى لكن بمعنى إن أوكين رولاسيون avec l'organisation syndicale SNATEX. Il ne peut pas parler au nom de l'organisation syndicale de SNATEX. بطاقة التعريف المهنية كمحامي. ونقول هذا الشيء هذا لأن فيه العديد من المقالات أو نقاش فو ديبا واتهامات من بعض الأطراف للوزارة. احنا نعمل في إطار القانون في إطار المهام والصلاحيات المخولة لنا في القانون ونعمل نسهر على تجسيد الحرية النقابية لكن في بيئة العمل يعني في المؤسسات الاقتصادية ونعمل على تشجيع الحوار الاجتماعي سواء على مستوى فروع النشاط أو على المستوى الوطني وليس لدينا أي تدخل مهما كانت صفته مهما كانت شكله مهما كان شكله في الشؤون الداخلية للمنظمات النقابية. إذا كان هذا الشخص يقول باللي لا يعترف بالشخص الآخر فالعدالة هي اللي تفصل في هذا الموضوع.